طيب قبل ما اسال حضرتك انا عارف الاجابه، طب ما لو خلاص قلنا الزمالك، ما تحرجنيش انا وتسألني. باكد، انا باكد لنفسي. الزمالك حاله خاصه في حته الجمهور دي. انا شفت ماتش الاهلي والزمالك في المملكه العربيه السعوديه في سوبر افريقي في الملعب، وشفت جمهور الزمالك مع فريقه في اخر مباريات في الدوري، حتى الزمالك لو مش بافضل حال وجمهوره حاضر بقوه كبيره جدا. أولا يعني هي مناسبة جميلة جدا، السوبر المصري إن 4 فرق على أرض الإمارات، وفرصة إن إحنا نحيي إخواننا طبعا من أرض يعني زايد الخير إلى أرض الكنانة في مصر. أعتقد دي الميزة الأجمل والأحلى، دي أول حاجة في الموضوع، تمام. خصوصا إنه سوبر مكرر للمرة السادسة تقريبا على ما أعتقد. ده رقم واحد. رقم اتنين، عندما بيتقارب المستويات يبقى مسألة إنك تحسبها صح مش هتقدر. وبتفق مع حضرتك ومع الأستاذ شريف وكمان مع كابتن هاني إن في الحالات اللي زي دي الجمهور ممكن يرجح كفة فريق على التاني. وبعتقد إنما متأكد يعني إنه جماهير الأهلي والزمالك في هذا السوبر هيكون لهم دور كبير جدا جدا، فيما لو الحالة زي ما قلت لك فيها تقارب كبير، بتلاقي العامل الجماهيري والنفسي والشحن الجماهيري ممكن يرجح كفة الأهلي والزمالك في الماتشين في إطار التقارب. يعني زمالك كابتن هاني سعيد، لا الجمهور ليه دخل في الموضوع. مسألة إنه الجماهير ما يبقى لهاش تأثير في الماتشين دول، لا ده الجماهير هيبقى لها دور مضاعف، لأنه الجماهير الزملكاوية بتحلم بإن زي ما حضرتك بتقول تعدي حاجة كبيرة. جماهير الأهلي ما عندهاش بديل، مش ما لا ما فيش حاجة بديل في الكورة، لكن ما عندهاش استعداد آخر لكبوة أخرى بعد شهر واحد من إخفاق دون أداء. وبالتالي أنا شايف إن السوبر ده من أقوى السوابر. سوابق. جمع سوبر، جمع سوبر، مين اكتر فرقة في الاربعة السوبر ده يعنيها، ياخدها في حتة تانية؟ لا يعني ما فيش حاجة. لو هتتكلم يبقى الأهلي والزمالك لا، لو عايز، مع كل لو انا عايز الاحترام، فرقة واحدة، اللي عايزها أكتر. اكتر فرقة. انت عارف اجابته يا استاذ فتحي انا صح؟ عارف. لا، انا عارف اجابته، بس أنا اجابته مش اللي في دماغ حضرتك. لا أنا لا لا بسألك على حاجة. أنا أساسا يعني إيه مسألة إن أنا أجاوب يعني من خلال انطباع أو حب أو انتماء، ده مش واقع، مش موجود لا عندي، لا انا عارف. القصة مش موجود عندي. لكن أعتقد الـ4 فرق، أبقى يعني غير منصف لو قلت فريق واحد. طبعا مفيش شك ان الاهلي محتاجها جدا، والا هيخش وهتكر وهتبقى مسائل، يعني هنخش نشوف حاجات ما شفناهاش قبل كده. الزمالك محتاجها عشان يقول برضو المكسب ما كانش بضربات الجزاء بس، لكن كان صح بس انا مختلف مع حضرتك في الجزء اختلف بس الثاني. لما كمل الفرقتين لا انا بيراميدز قبل الفرقتين ما انا هنسى مختلف. الكلام. طيب. طب اديني فرصه عشان بيراميدز عنده سكواد واعتمد فيه تدعيمه على الكيف، الهوجة بتاعت أندية كتير عندنا النهاردة تجيب الهول بالشروة كده عشان حتة سمسارة كده حتة عمولة كده، يعني بتمشي العملية 10 20 لعيب في الصفقات. لا بيراميدز وصل من النضج النهاردة اللي هو بيجيب يعني 3 4 لعيبة 2 3 صح، ده اللي كان الأهلي بيعمله زمان وبيعمله لغاية دلوقتي. سيراميكا بالتأكيد عنده طموح، خد 2 يعني كاس رابطه، وعنده فرصه لان احنا كلنا متفقين ان المستوى متقارب. اكتر مره 4 فرق فيهم مستوى متقارب. صح. الحته بس اللي انا مختلف فيها مع حضرتك اتفضل. حته واحده بتاعت هيكر ويروح في حته تانيه. وانا كمان الاهلي مهما خسر حتى لو كر عمره ما يروح دي حته وجهه تانيه. نظر الشخصيه ما فيهاش حاجه، يعني ما بقولش ان هو المعبد هيتهد، لكن هو خسر قدام. بص ما هي يعني ايه؟ يعني النرجسيه الزياده او يعني العواطف الزياده ما هياش حاجه من التقييم الفني. لا يعني الاهلي خسر السوبر في الماتش، اظن كان ردود افعال عنيفه جدا، طب ما انا هقول لحضرتك، الدنيا اتكركبت ولا ما اتكركبتش؟ ايه المشكله ان اقول كده؟ انا هقول لحضرتك لو حصل وخساره تانية اكيد هيبقى في ردود افعال سلبيه على الاقل جماهيريه. هو احنا اما هتلاقي كولر يا فندم اسمعني، هتلاقي كولر نفسه بيتعرض لضغوط ما كانش بيسمعها قبل كده. احنا اما نختلف تبقى عواطف عادي. لا انا بحكي لك. نختلف من غير لا عواطف، انا يعني لا دي وجهة عواطف، نظر، عايز لان اسال احنا، لان عواطف احنا حضرتك بنعمل ايه؟ موجوده. يعني هقول لك على حاجه، ايوه، ايه اللي دخل عواطف في الموضوع؟ مش عواطف يعني،
يعني مش عايز عواطف اميل، ما جاتش. وانا بقول احنا مش بنميل، احنا بنقرا تاريخ. يعني ايه؟ انا يعني برضو يعني الاهلي التاريخ برضو ما انا هقول لحضرتك يا فندم اتفضل. ما هو اصل المشكله ان هو عملنا حاجه لسه يا فندم. رد الفعل بتاع ايه بعد السوبر كان في ردود افعال. تمام. ما ينفعش الاهلي ما يجتازهاش، والا محدش يفهمني ان مش هكون في ردود افعال سلبيه اخرى. الساده الزملاء لو مش متفقين معايا يبقى في كل الاحترام الاهلي. الاهلي حضرتك يعني الاهلي خسر الحساب مش بالقطعه ولا بطوله يعني يا استاذ فتحي. في النهايه بتتكلم عن منظومه كبيره. تمام. عندها أنا العديد من البطولات. هل ما في يا فندم قلت كيف نخسر تاني؟ ايه رد فعل يا فندم؟ مش هقلبها اهلي والزمالك ابدا. مش هقول انه اي فرقه بتبقى بتطمح لحاجه يا كابتن وبتخسر حتى لو اي مين بيبقى عنده رد فعل. اتفق احنا نتفق مع حضرتك في رد كلامي اكيد قصده. ممكن لو السؤال اتقال بطريقه ثانيه ان لو الاهلي دلوقتي خسر السوبر ده عادي؟ لا مش عادي. لا الاهلي خسر سنتين. ما هو انت وجهه نظر صح. الاهلي خسر سنتين في الدوري والامور كان ليها ردود افعال وكانت قصه. بس الاهلي ببطولاته بالهيستوري بتاعه الحاجه ما تكرش معاه. يعني الدنيا ما تخربش ما تبص. يعني فكره انا معاك بس يبقى احنا متفقين كده. انا متفق معاك بس الفكره كلها انه انت لسه قايل حتى يعني ما ينفعش خبطتين ورا بعض او حاجه زي مش كده صح بنتكلم. طيب طب انت انا بقى انت مأكد كلامك ما ينفعش. طب لو حصل يبقى ينفع. طب تسمح لي اقول معلومه اذا كنا يعني اذا جاز لي ان اتفضل. اتفضل احمد سريعا. اتفضل سريعا كده. انت قدامك ماتشين متتاليين او بطولتين متتاليتين صح. انت البطوله الاولانيه اللي هي السوبر المصري صح. كنت انت مباراه مهمه جدا كاس افريقيا واسيا و المحيط الهادي ده مهم جدا صح. في ضرب بطوله انتر كونتيننتال امام نادي العين الاماراتي القوي جدا المتميز اللي بيقوده كريسبو. انت عايز تقول ان المشكله ان الثلاثه نتيجه الثلاث بطولات يفرق. المحدد الرئيسي او الاختبار الحقيقي الذي قد يحسم مصير كولر هو مباراه العين. طيب ناخد حاول افتكر بس برضه لازم نتفق انه في الاخر هي رياضه. خلي بالك صح طبعا مساله انه مين يكسب ومين يخسر لازم تنتهي بعديها. احنا بس بنحلل الشكل الجماهيري اللي ممكن تتعامل معاه مع المباريات غير.